وما زلنا في آخر اليوم على راديو 90-90 بنتكلم معاكم عن أهم أخبار النهاردة، ووصلنا لفقرة أرقام مهمة. هنتكلم عن 2.1 مليون طن قمح وردها المزارعين في موسم الخير، وزراع الدقهلية في المقدمة. ومعانا على التليفون المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة في الدقهلية. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، مساء النور طيبة وحضرتك طيبة كده، ومزارعين جمهورية مصر العربية كلهم طيبين بمناسبة موسم توريد 2022. بالتأكيد، يعني التقارير وردت عن أنه موسم حصاد القمح هذا العام يعني موسم مميز جدا، خصوصا مع اهتمام الدولة بزراعة القمح. ويعني عايزينك تكلمنا أكتر عن موسم الحصاد في جمهورية مصر العربية، وكمان من أرض الواقع من الدقهلية. والله زي ما حضرتك تفضلت، فعلا احنا السنه دي بنشاهد موسم اكتر من رائع واكتر من ممتاز. الحقيقه طبعا هو من حسن الطالع ان الجو السنه دي كان معتدل، وبالتالي طبعا الموسم بالنسبه للقمح خد حقه وخد وضعه لاعتدال الجو، مفيش موجات حر، فبالتالي الانتاجيه زادت. الحبيه كمان مش عايز اقول لك وصفها، ما شفناهاش اكتر من 30 سنه عدت يعني بصراحه. وفي حاله رضا اكثر من ممتاز عندنا هنا في محافظه الدقهليه، وعلى بصفه عامه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. الحقيقه طبعا احنا هنا في محافظه الدقهليه عندنا 262,878 فدان. الحقيقه طبعا احنا بنورد من خلال 36 موقع في محافظه الدقهليه. في حاله رضا عند المزارعين اكثر من رائعه لزياده انتاجيه، وكمان السعر مرضي جدا. كنا علينا السعر في بداية الموسم على سعر الأرداد ب 820 جنيه، لكن فخامة الرئيس طبعا زودها 65 جنيه كمان، بقى 885 جنيه. يعني بنتكلم لو الفدان جاب 20 أرداد احنا بنتكلم في 17-18,000 جنيه الفدان، ففي ديت حالة مرضية. حالة لو جيت شفت هنا في محافظة الدقهلية احنا يوميا بنشوف يعني ملحمة جميلة جدا من مزارعي محافظة الدقهلية وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بصفة عامة يعني. لكن أنا بتكلم بما يخصني في محافظة الدقهلية، الناس كلها بجد يعني الوطنية بصراحة بتاع المزارعين زايدة، بيحبوا البلد فعلا. أنا ما كنتش متصور بصراحة هذا الإقبال الغير المتوقع بصراحة، كنا متوقعين أي إقبال جيد، لكن كان إقبال أكثر من رائع. وصلنا في الدقهلية لحد النهاردة أكثر من 200,000 طن في مدة لا تتجاوز ال 16 يوم من إحنا بدأنا الموسم في نهاية شهر إبريل، لكن هو بدأ فعالياته بالفعل تقريبا من ثاني يوم العيد، يعني تقريبا النهارده احنا بنتكلم من 18-16 يوم، وصلنا من اكثر من 200,000 طن في محافظه الدقهليه. وهو بيمتد يعني لاي وقت؟ يعني حضرتك قلت ان هو بدا من ابريل، فممكن الموسم الى ان شاء الله لشهر اغسطس ان شاء الله. ان شاء الله، فاحنا في انتظار يعني الحصاد خلال شهر يونيو ويوليو واغسطس باذن الله. لا الحصاد هينتهي في مده قريبه، لكن التوريد مازال مستمر. نعم. لحد شهر اغسطس ان شاء الله، لكن في حاله رضا بصراحه. وبالمناسبه دي يا استاذ رغد، انا عايز اشكر على الهواء مباشره مزارعي جمهوريه مصر العربيه. بالتاكيد المزارع الجميل، الانسان العظيم، المزارع المصري الجميل، اللي في فتره كورونا كل الناس كانت قاعده في بيوتها لابسه الكمامه وقاعده ما طلعتش بيوتها، وده الوحيد اللي شايل فاسه على كتفه وما كبش ارضه وفي البرد وفي الحر الموجود. فكل التحيه وكل التقدير من خلالك يا استاذه رغده، عايز بوجه التحيه لمزارعي جمهوريه مصر العربي. واحنا كمان طبعا يعني بنشكرهم وبنشكرك شكرا جزيلا المهندس فوزي الحضري، وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه. شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك يا فندم، كل سنه طيبين. وانت طيب وبخير.